السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمود رفيق، دي قناتي على اليوتيوب، قناة جديدة ببدأ فيها إن شاء الله. القناة اسمها مدرسة الفن والهندسة. ليه مدرسة الفن والهندسة؟ عشان خاطر أنا راجل زملكاوي وبحب نادي الزمالك ومستمر مع نادي الزمالك لحد آخر نفس. أتكلم النهاردة على ماتش الأهلي امبارح، وبصفة راجل زملكاوي فطبعا لازم أهتم بالنادي الأهلي وماتشات النادي الأهلي، الماتشات العجيبة الغريبة اللي بيحصل فيها حاجات غريبة. امبارح النادي الأهلي كان بيلعب الإنتاج الحربي، حاجات غريبة كده بتحصل، يعني كالعادة في ماتشات الأهلي لازم يحصل لي حاجات مش طبيعية كده. الأهلي امبارح جاب جول وبعد كده اتعادل، وبعدين الإنتاج حط التاني، وبعد كده الأهلي حط التاني والتالت في طريفة من طرائف ماتشات النادي الأهلي. أنا عايز أفهم يعني النادي الأهلي إيه اللي بيحصل في ماتشاته، وإيه العجائب والطرائف اللي بتحصل في ماتشاته. ماتش صن داونز الكرة بتنزل لصلاح محسن في آخر دقيقة من الهوا، وصن داونز ماسك 90 دقيقة على الأهلي بيلعب، وكرة تنزل لصلاح محسن يحطها عشان يروح الأهلي يتعادل هناك ويوصل لقبل النهائي مع الترجي، بتحسب له بيجي هنا برضو في ماتش الترجي بتحسب له ضرب الجزاء وطرد في أول الماتش برضو عشان يروح النهائي يلعب كايزر تشيفز، اللي بيروح برضو نفس الكلام برضو طرد للعيب بتاع كايزر تشيفز عشان خاطر الأهلي ايه يخلص بدري ماشي. خلينا في ماتش امبارح. انا عادة يعني لما بشوف الاهلي بيحط جون بغير القناة، امبارح غيرت القناة اول ما الاهلي حط جون، غيرت القناة وعادي ومفيش حاجة والدنيا تمام يعني. فوجئت بغير اجيب الماتش تاني لقيت النتيجة 1-1، قلت يا فرج الله ما نتفرج شوية. اتفرجت شويه فالانتاج حط التاني، قلت لا 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 ده الموضوع ده بقى في ايه في ان جبت فيلم الغول للاستاذ القدير عادل امام، قلت ايه اتفرج عليه على ما الماتش يخلص، عشان انا اما بتفرج على الاهلي بيعمل حاجات يعني مريبه، قلت لا انا مش هكمل الايه الماتش وايه واتفرج على فيلم الغول للاستاذ عادل امام على ما ايه على ما الماتش يشتغل. حاجة غريبة بقى، كل مقلب على القناة واجيب اون تايم سبورت الاقي الاستاذ ايمن الكاشف طالع لي وادي الكرة وجول جول جول جول. لا ايه يا عم ايمن في ايه؟ ده الجون التاني. قلت ماشي مفيش مشكلة اما يطلعوا تعادل مفيش مشكلة. جبت برضو فيلم الغول للاستاذ القدير عادل امام وقلت هتفرج عليه. بقلب برضو لقيت الاستاذ ايمن الكاشف وادي الكرة وجول جول جول جول. ايه يا عم ايمن انت ايه؟ انت مريح طول الماتش يعني وما بتشتغلش الا لما بقلب ولا ايه؟ عشان ابقى فاهم. المهم حصلت المعجزه اللي بتحصل كل مره، وبرده زي ما قلت لكم ده الطبيعي في ماتشات النادي الاهلي، ان يعني حاجات غريبه حاجات غير طبيعيه. انت يعني كسبان 1-0 وتعادلت ودخل فيك التاني، يعني الطبيعي ان انت يوم ما الامور تتظبط معاك ان انت تتعادل، لكن مش تجيب التالت وتكسب في الدقيقه 93. ده ما بيحصلش يا جماعه، ده ما بيحصلش، ولو حصل بيحصل مره او اتنين، لكن مع النادي الاهلي بيحصل 10 و20 و40. فانا مش عارف، انا احترت الفريق ده بصراحه، ويا ريت حد يشوف لي حل. مره تانيه برحب بيكم في قناتي، وان شاء الله باذن الله نكون مع بعض بعد كده، وان شاء الله باذن الله تبقى الامور تمام الفتره الجايه، يكون في ان شاء الله باذن الله حاجات كويسه، وان شاء الله الفتره الجايه برضو نتابع ماتشات الاهلي ونشوف العجائب والطرائف ونكمل مع بعض ان شاء الله.